احمد هرجع لك بقى لمركز حراسه المرمى في المنتخب، هو محمد الشناوي الحارس الاساسي. تقييمك لمحمد الشناوي في المباراه رغم انه ما جاش عليه؟ انا رايي ان محمد الشناوي مان اوف ذا ماتش، زمان اوف ذا ماتش في الكره اللي انقذها بتاعت زعبيه، لان كانت هتعمل لنا مشكله كبيره 1-0 وتأزم. يعني التعامل بالقدم ده اللي هو اشتغل بيه ده شيء عبقري. فانا رايي مع ان كره واحده، وانا دايما اقول لحارس المنتخب الكبير او الفريق الكبير ممكن ما تجيلوش الا كوره طول الماتش، فاذا فقد تركيزه فهيبقى ملوش لازمه، حتى لو هو مين يعني بوفون، يعني حتى لو هو اي حد. ايوه بس هي كوره جت هو اتعامل معاها، جت في جزء من رجليه غيرت اتجاهها من المرمى للعارضه، ولكن احنا ساعدتنا كتير جدا ان احنا نبقى في المباراه. تمام. لو جه فينا جول كان هيبقى فيه صعوبه شديده جدا في ان احنا نبقى نكسب. طيب شايف الاربعه المختارين لمركز حراسه المرمى، الشناوي، ابو جبل، بسام، محمد صبحي، الاربعه دول يعني هقول لك حاجه، هم دول الافضل في مصر حاليا؟ هقول لك حاجه، في 8 حراس في مصر او 9، غمض عينك وخد اربعه كلهم ينفعوا والله. مين مركز حراسه المرمى غير الاربعه اللي موجودين؟ لا ما انا بقول لك يعني انا بقول لك ما في الهاني وفي عامر وفي عامر والهاني سليمان وفي اوسا وفي محمد عبد المنصف عم جاد وفي الاولاد الصغيرين عمر رضوان حتى بتوع المنتخب الاولمبي. يعني انت عندك انا دايما بيقولوا لي ايه؟ عندنا الزنفولي برضه. انت بتبالغ بتبالغ ان انت تقول عندنا حراس، انا مش ببالغ. انا بقول الحقيقه، احنا مركز حراسه المرمى عندنا ده حط ايدك في ميه بارده، وان هو لا ما قلناش جنش وما قلناش عواد، دول حراس كبار جدا. في الزنفولي برضه في البنك الاهلي. انت عايز صوت الزنفولي؟ لا هو كويس والله والسعداني كويسين. لا والله فعلا يعني فلا عندنا والزنفولي والسعداني عندنا في كل نادي في حارسين كويسين جدا، في احمد عادل عبد المنعم، في كتير قوي. فمركز حراسه المرمى في مصر ده مركز غني جدا. فخد اربعه يعني وانت مغمض. يعني المعسكر اللي فات كان فيه الهاني واثنوا عليه ثناء مش طبيعي، بس حظه وحش الجهاز اتغير. فلا لكن يعني الاربعه اللي موجودين هايلين طبعا هيليم. انا مش بقول لك الاربعه دول، بقول لك الثمانيه تسعه دول. ايوه اي حد يعني لو انت خدت جنش في مشكله عليه؟ لا. لو خدت عواد في مشكله عليه؟ لو خدت عامر في مشكله؟ بس حسب برضه اللعيب الحراس اللي بتلعب. ما هو اوكي. يعني انا بقول لك ايه، ما تقلقش من مركز حراسه المرمى. حراسه المرمى طبعا في الشناوي بقى عدد ساعات لعب كبيره، خبره كبيره، منافسات كبيره، معايير كبيره، محكات كبيره، فطبعا بقى في حته ان هو يعني حتى لو ما جاله حاجه استنوه عشان يلعب، لانه بس الشناوي رقم واحد طبعا. محمد الشناوي رقم واحد. رقم واحد دي مش عايزه كلام. لا مش